السلام عليكم، جزاكم الله عنا كل خير. طبعا هقول بعد الآيات، قال تعالى: فمن أبصر فلنفسه، في آية أخرى: فمن عمل صالحا فلنفسه، في آية أخرى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وفي آية أخرى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وفي آية أخرى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وفي آية أخرى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وفي آية أخرى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وفي آية أخرى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. المشروع هو مشروع إلى حد ما مشروع شخصي، نفسه دي موجودة أنت كفرد يعني، فيقتضي تحقيق الفردانية. بعدين نحن وجودنا هنا وجود اختباري، فلتحقيق الاختبار يقتضي وجود الحرية، عشان بعدين تعاقب أو تثاب على حسب خيارك. فبدون حرية الاختبار بيفشل في حد ذاته، بيكون ما في اختبار لأنه ما في حرية. وشكرا. بس تنبيه يا جماعة على كلام الأخ الجبيل في حديث: اطلبوا العلم ولو في الصين، وما حديث وباطل ومكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. أي هو ما قصد طبعا انه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن احنا ننبه لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى انه كذب علي فهو احد الكاذبين. اما الاخ ذكر ايات كلها فيها لنفسه، المعنى بتاع كل هذه الايات في قوله تعالى لنفسه، الايات الذكر الاخ كلها، يعني الفائدة تحت الهداية، تحت الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تحت الجهاد في سبيل الله، وكل هذه الأعمال الصالحة التي ذكرت في الآيات التي تلاها الأخ جزاه الله خير، الفائدة راجع عليك أنت يعني، والثواب والمنفع عليك، وربنا ما محتاج ليك أصلا، لأن ربنا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فده المعنى بتاع الآيات الذكرة كلها. وأيضا مما يعضد هذا المعنى قوله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ده المعنى يعني، معنى هذه الآيات إنه ربنا ما محتاج ليك، إنما كل هذه الأعمال الصالحة التي ذكرت في تلك الآيات راجع لنفسك أنت. ده المعنى. هو قال كأنه حور المعنى، قال ده هو مشروع فردي لتحقيق الاختبار، وتحقيق الاختبار يقتضي وجود الحرية. والسلام طلع يعني في كل فسر بالحرية. الحرية يا جماعة في الإسلام ما في حاجة اسمها حرية مطلقة، إنك تزني وتسرق وتعتقد الدين الدائر وتعبد الإله الدائر، بل فهم بتاع الحرية للعلمانيين الفهم ده باطل باطل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية دي بالذات بتبطل ما يسمى بحرية الاعتقاد اللي قاعدين يقولوها العلمانيين والشيوعيين الليلة. يقول لك تعتقد ما تشاء، وللأسف موضوع الحرية ده وحرية الاعتقاد اللي هو أخطر نقطة في الحرية وأخطر باطل وأكبر باطل فيها، ده بيدعو له الإخوان المسلمين ذاتهم والكيزان، بيدعو لي حرية الاعتقاد زي ما قال اللي هو طارق السويدان. طارق السويدان قال، تسمع إن شاء الله، طارق السويدان قال أنا ما عندي مشكلة في قضية الحرية، قال: من حقك تعبد الإله الدائر وتختار الدين اللي انت دائر وتعتقد ما تشاء، وده كفر يا جماعة، لأنه ربنا ما خلقنا في الكون
إلا عشان نعبد براو ونكون موحدين ومسلمين. الدليل على الكلام ده قوله تعالى، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما عشان يكونوا أحرار يعبدوا الإله الدارين، إلا ليعبدون، يعبدوا الله براو. وكذلك ربنا ما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب إلا عشان يعبدوا الله براو وعشان الناس كلهم يبقوا مسلمين. ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فده ده المعنى. أما الحرية البنادو بها ديل، دي حرية باطلة يا جماعة. قل لك حرية الاعتقاد، وحرية الاعتقاد دي بيدعو لها عبد الحي يوسف ذاته، هذا الكوز هو بيدعو لحرية العقيدة، زي ما عقد فصل كامل في كتابه اسمه الاستبداد السياسي. والاستبداد السياسي الكتاب ده اصلا عبد الحي يوسف عملوا رسالة الدكتوراه حقته اللي بقى بيها دكتور من جامعة ام درمان هنا الاسلامية. عقد فصل كامل قال حرية الاعتقاد. يعني شنو حرية الاعتقاد؟ يعني تعبد بوزة مبروك عليك، تعبد البرعي مبروك عليك، تعبد الله مبروك عليك، تعبد ما تشاء. ودي أخطر حاجة في الحرية، أخطر شيء ما يسمى بحرية الاعتقاد، وده باطل. ربنا دائرنا نعبد براو. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالحرية بالمعنى ده باطلة. في نوع ثاني من الحرية برضو باطل، وهو حرية المرأة، بيدعوا لها العلمانين. والعلمانين قاصدين بحرية المرأة، قاصدين بحرية المرأة إنه يستمتع بالمرأة ويزنوا بها ويفعل بها ما يشاء. أنا بديك الكلام من آخره، ده قصد العلمانين بحرية المرأة. وإلا يا أخي ما فيهم من حرية المرأة إلا إنه المرأة تختلط بالرجال، وإنه المرأة عشان تكون حرة لابد ما تلبس الحجاب، تلبس شورت، وإنه المرأة عشان تكون حرة لابد تلعب كورة وتقلب باكور. عرفت كلامي؟ والرجال لازم يحضروا المنظر ده. هذا القصودهم شنو؟ إذن الحرية ما فيهم منها إلا السفه وسوء الأخلاق، دي الحرية عند العلمانيين. فلابد المسلمين والطلبة بالذات يفهموا الكلام ده. العلمانيين بيفكوا شعار عنده معنيين، معنى خبيث وده المعنى الحقيقي للشعار، هم بيكون قاصدينه، ولك حرية. المعنى الثاني بغش بالمسلمين، ولهم حرية قاصدين طبعا عدم الظلم. لا ما قاصدين عدم الظلم يا ناس، قاصدين لأنه لو كان عدم الظلم بيتفق معاهم اليهودي والنصراني والمسلم، وجوا المسلمين السلفي والصوفي والإخواني كلهم بيتفقوا. في ذول بيختلف إنه ما دارين ظلم يا جماعة؟ ما في ذول، ده ما الموضوع. الموضوع بتاع الحرية هو التحرر من الدين. ولما نقول حرية المرأة تحرر من الإسلام، تمشي مفك وساكت زي ما قال لينين هنا وماركس وإنجلس الثلاثة في البيان الشيوعي ده، قال نحن ما دايرين أخلاق، فإن الشيوعية تنكر الأخلاق والدين عوضا عن تجديدهما. دي الحرية بتاعتهم، ما دايرين دين ولا دايرين حرية. وزي ما قال إنجلس في كتابه المسمى ضد دورينج، قال نحن ضد الدين. والكلام ده قالته أسماء محمود محمد طه، زعيمة كبيرة في القوى الحرية والتغيير، هو ده قال شنو؟ قالت نحن ضد قيام أي دولة دينية. هسه دي حرية؟ دي حرية؟ قالت نحن ضد قيام أي دولة دينية ونطالب بإلغاء قوانين الشريعة. وتكلمت كلام باطل كثير جدا. لكن الغريب الباطل ده ما عند العلمانيين برهم، لا متفهم المعلومة دي. حتى الكيزان، الكيزان كيزان ديل أيضا بحرب الدين بالمناسبة، ما العلمانيين براهم. ده أبو بكر عبد الرازق اللي هو كوز كبير جدا، أبو بكر عبد الرازق، وده المحامي بتاع الترابي الذي قتله الله والحمد لله. قال شنو؟ قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة. أهو ده
الحركة الإسلامية نجحت فيما فشلت فيه الصحابة. الحركة الإسلامية ده الكيزان يعني باختصار. أنا بتحدى الكيزان كلهم، وروني مادة واحدة نجحتوا فيها في البلد دي. ما نجحوا أصلا يا أخي، قدوا دين وقدوا تاريخ وقدوا كيمياء كله قدوا. نجحوا في حاجة؟ ما نجحوا في أي حاجة الكيزان يا ناس. قال نجحت فيما فشل فيه الصحابة، يعني بيعتبر الصحابة شنو يا جماعة؟ فشلة. والصحابة دين يكفينا آية واحدة من ربنا عنهم، وآيات كثيرة. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. دي كفاية برا إلى آخر الآية في الصحابة. طيب، وأيضا قال أطالب بإعادة النظر في الصحيحين. ده داري عيد النظر في الصحيحين. وأيضا قال أصلي خلف زوجتي ولا أؤمن بعذاب القبر. ده برضو علمانين، يعني الكيزان اللي عندهم وهمة كده في شكل قلبه لما شافوا نبيهم ضعفوا يقول لك لا، ود من مشروع الوحدة الإسلامية، وانت السلفيين ما تجرحونا تتكلموا فينا لأنه ده وقت بتاع وحدة إسلامية ضد العلمانين. انتوا أكبر علمانين، أكبر علمانين الكيزان ديل. ناس يقولوا الصحابة فشلوا رضي الله عنهم، يكونوا نافعين كيف؟ ويكونوا إسلاميين على الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله، وهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بالفشل. يا كيزان يا فشلة، ده كيف انتوا تقولوا وحدة إسلامية وياتوا إسلام بلمنا معاكم؟ نحن ما بنقول انتوا كفار، لكن انتوا ضالين يا كيزان. وفي البلد دي نحن بنجي نشتغل ركن بتفكون فينا ملتوفات بتاعت نار، تحرقوا الركن وتخلوا الشيوعيين شغالين، والبعثيين والاي ان اف واليو بي اف والام اس اف والاي ار تي كلهم شغالين، تيجي تحرقوا لنا الركن بتاع السلفيين فيما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم جامع كم بيت من بيوت الله تعالى المساجد قلعوا من السلفيين وادوا له صوفيه الدراويش عشان يدقوا فيه النوبه ويحطوا فيه النبك. ده كلام الكيزان ودفاع الى الكيزان. تجي الليله دار تتباكى على الدين تقول وا اسلام، انت تقول وا كرشاه. ده الصحيح، ده الصحيح اللي انت قاصده، لكن الالاعيب بتاعت الكيزان دي ما بتنطلع علينا ابدا. ونحن هنا ما في زول بيقدر يصنفنا كيزان بنجغمهم، شيوعيين بنجغمهم، بعثيين انصار سنه ذاته بنجغمه، لانه جو هنا جاي هنا ودي اسمه محمد زكريا رابط نصه زي ابو الزنان هنا، وقال قال المشكلة الأحزاب، قال شيوعيين وبعثيين وكيزان وصوفية، قال مشكلتهم ما أيديولوجية يعني ما في الدين. لا لا لا، مشكلة الأحزاب دي كلهم في الدين، لخبة الدين ده. قال مشكلة تنظيمية، دي فلسفة تعتود بتاع أنصار السنة. فنحن أصلا ما بتقدر تصنفنا أبدا، عرفتها؟ ولا حزب ولا نازلين انتخابات ولا دايرين سلطة، دايرين البشر ديل يوحدوا ربنا. تاني ما داري منكم أي حاجة ولا أي حاجة، شفته؟ ولا عندنا استمارة تسجيل زي الأحزاب الضالة اللافة دي، ولا بوتاغة، عرفته؟ ولا عندنا كول معين، ولا لأنه الطلبة بالذات البرال مهسع الآن. أي حزب بيكون ده يجرك يا طالب، انتبه انتبه. نحن بنقول لك الاتباع هذه الأحزاب والدخول في أي حزب من هذه الأحزاب حرام. الله قال كده، الله قال إن الذين، ده قرآن ما كلامي، إن الذين فرقوا دينهم، صوفية 60 طريقة، تجانية سمانية ختمية قادرية صعلوك داك اسمه منو تاع بيت المال تاع محايته وبيبسي وجالكسي والآخري، عرفت؟ ده صوفية براهم 60 حزب، أخوان مسلمين جناح الحبر، أخوان مسلمين جناح عبد الحي، أخوان مسلمين جناح داعش، جناح جبهة النصرة، جناح بن لادن، جناح مؤتمر شعبي، مؤتمر وطني، جناح مجكو، حزب أمة كم؟ اتحاد ديمقراطي 14، أنا آخر مرة عديتهم قبل 6 سنة كانوا 14، عرفته؟ وغيرهم، عرفته؟ ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم، ديل كلهم، وكانوا شيعة أحزاب وطرق وجماعات، اسمع يا طالب كلام الله، وكانوا شيعة أحزابا وجماعات لست منهم في شيء. وأنصار السنة 6 أنصار السنة، عرفتها؟ 6 أحزاب بقوا. ربنا قال لست منهم في شيء، يعني ما تخش معهم، ما بجوز لك تبقى مع حزب. الطالب القبيل قال نبقى مع منو؟ أبقى مع القرآن والسنة وكفى كفى كفى.
ولا نحن ان جيت فتشت انا ما بتلقى لنا محل. ناس كتار بيضربوا لي مركزكم وين؟ بقول له تعال سوق ستة حلقة الحاج يوسف. بس مركزكم وين؟ ركن الاربعاء داخلية الوسط. التجمع وين؟ حلقة السوق العربي يوم الاربعاء بالعصر. ما كان شغل. عرفت؟ شغل ردم وجغم، ما عندنا محل بنقصه ذاته، مكيف وقعاد ونظارة خدتها في النخرة واكتب سجلني ما في، تسجيلات قفلت. طيب. فرصة للنقاش يمكن تكون أخيرة غيته، ما دارينا سهير بيكم، نحن ممكن نقعد للصباح، لكن ما دارنا سهير بالناس، تفضل.